لهم انت متلقى عليك واحد الاشاعه انك امراه تسحاره راني سحاره تنسى والمن ساحره ساحره الخوك ساحره الخويا هذا هو المشكل اللي مباشرة زعما مازال نقولوا ساحره لشي حد نقولوا الخوك خويا علاش تسحر لا لا يعقل اه لا يعقل والله العظيم آه. سحرة الخوك ما تخليش يتجوج ودفن ليه في الليف. الروضه ودفن ليه في العتبه وعلاش زعما خوك هذاك نقولوا العيالات راه عندنا في المجتمع ديالنا تيديروا هاد الفعيل الله يعفو عليهم ما تنعرفوا ما لا لأني. ما تنعرفوا لا البعيد لا القريب الله يأخذها. ياخذ الحق ولكن ني جات هاد الهضره هاد الهضره جات من خوتي مشاو للشوافات الجديده إيه؟ انا كنقولها ماتي محمد كلها كتسمع الشوافه في م -م. بلا سميه بلا بلا بلاصه حيت كلشي غيمشي <applause> لا وانا كنبغي انا, كان بغي أنا <applause> جيت مهما ما جيت <applause> لهنا جيت بغيت نفرق عاد الرمانه كامله هاد الشوافه ملي كتاكد هاد الشيء كيتاكد علاش وهنات. خواتك وخواتاتك مشوا عند الشوافه باش ها شو عند الشوافه هما على قبل اخر الدري ما بغاش يتجوز عنده أيه. في حيث 40 عام وما بغاش يتجوز قالوا غنمشيو نشوفو ربما يكون عنده شي عكس يكون عنده أيه. هاكا شي حد داير لي شي حاجه فهمتي انا ما كنتش انا وياه متلهي شويه ما غا مناقش انت تعرفي انا نقاش عادي ايه اش عليك ما عليك قالت لهم راه حداك كاينه اختك فلانه اللي قالو هما بسميه بسميه قال قالت لي اختك فلانه اللي عندها خمسه البنات وانت عندك خمسه البنات انا دي دي عندي غير البنات ها انا عندي إيه؟ خمسه دي البنات ديك إيه؟ الساعه اما دابا راه عندي سبعه البنات تبارك الله م -م -م. هي اللي دايره لك هادشي صافي كبر الحرب جوني شان عندك هما من, من من, من, من تما شان ها ضربني كان يقتلني هو اخوك خويا علاش حيت سحرالي؟ عليه هذا هذا الخول الكبير ماشي اللي مطلوق عليه الإشاعات وعلاش الخول الكبير ماله هو تا هو سحرتي ليه لا آه. اه, اه تا هو هو وخوه هما بجوج هاه ضربني مشينا للمحكمه آه لا بلاتي قبل ما نمشيو للمحكمه ونوصلوا لداكش واخا انت دايره ليه شي حاجه على حسب ما قال شو آه على حسب ما قال الشواف قال الشو جاوني نيشا عندك انت بداو تيهرسوا فيك وتقدقوا صافي ما كاينش سحرتي انتي انت طرتي انتي نزلتي انا نحلف معاكم الا يحطوا مصفح نحلفو الا ندخلوا الجامع لا اها انني هذيك الشوافه ما تكذبش هذيك اللي كاينه تقول تقول الحقيقه تقول الحقيقه هذا هو الموج دي واعره هذي هذه قالت تقول الحقيقه تتنوض انا قلت لهم السيده تقول الحقيقه تنقولها امام هذا الجمهور هذا يحطوا وحده قاضي الناس تشد ظلما ونو في اها يحطوا وحده رئيس ولي دخل لي داخل الظلم تقول لهم هذا راه داخل ظلم واخا وانتي انت يا و... يا احدهم اللي جاوا هاد الخوت والخواتات وجيبي الحق لا غا خوتي والوالده حتى الوالده شكات الوالده ما تصوري تت... ما ما تدخلش لداري اليوم الان حتى تسحري اه حيت انا سحاره ولت ما جات لعندي عمرت ما جات لعندي عمر ما أه ناس هي ولا قالت لي يا ابنتي اجرحك شتات لكم الشمل هذه وتنطلبوا ربي ياخذ الحق هذا ما كان بصح كان ميز... طلب ربي ياخذ الحق بصح هذا خويا انا كنت لي شي حاجه أحدو. ما يسمحش ليا لا انت منين جات خوتك وامك اش درتي انت دافعتي على راسك ولا شكون خلاك باش دافع على راسك تقول لك لا هذا الشيء اللي كاين هو اللي كاين قلنا له هذه هي نهاد صلات عندي ما تغيرش صافي صح صافي ما كاينش السلام عليكم صافي لا اش قال مولا عندها جوج دراري واخا هاد الخبار مع الاسف هاد الخبار ما غاتبقاش غير بينك وبين امك وخوت غادي دي انت شفتي الدوار في كلشي كان يدفع غير حق كاين اللي تيدفع لك غضح كاين اللي ما مصححش يقول لك ولكن يخرج لك هادشي غلط تيقول لك كاين اللي فاهم لا حيت ما خرجش من البراني خرج من عندك ها انت فهمتي يعني شيء غيقول حدهم سحاره هادوك البنات اللي كانوا مجوجي راه تجوجوا غير بسحور بنا باقا بناتي انا كون كنت نسحر كون سحرت البنات بنتي وحده عدا 22 الحمد لله وحده عدا 20 كون كنت نسحر كون سحرت البنات مازال معايا بلا جواج لا خدمه لا جواج والبنات اللي مجوجين الاخرين لا مجوجه حتى وحده تا وحده لا مجوجه حتى وحده دابا عندي انا اللي بغيت تناس هادو... معاك غيقول راه ايوا اوه... 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 هذا هذا هاد... السر السعد راه هذا هذا الاشهار هذا راه ما يمكنش شي واحد يجي عندك هذا الاشهار واه راه ما يمكنش شي واحد لا من كتسمعي سحرتي لخوك شكون غياخذ بنتك اه معلوم والهضره جايه من خوك الهضره جايه من خوك سحرتي لخوك راه ما يمكنش واخا ولدي يعشق ديك البنت يبغي ياخذها والديه كاع بلا قال لي هذيك هذيك راه سحاره واش مع خوتها وشو دارت مع امها آه. آه. ولكن بصار الحقيقه ما عارفهاش البشر تتصوري ها هي قرايه عارفه الشوافه عارفه الشوافه تصوري اللي ضربني وهذا وسمحت ليه جاوا لي كي وجهك وسمحت ليه هزات ده دا دايره 30 يوم في الكزا هيا الحكومه بقى انا بالبراءه امم امي دايره بلا شنضربها راسها ورجليها دون با يعني بأي شوفي بساطة شوفي هاد الهضره فين وصلت شوفي فين وصلتنا وصلتنا حتى لنا خويا واش خويا حاليني وينهم نقول لك نقول لك الا كنا مبعدين بيناتنا 200 متر 200 متر حالعه آه. حنا في الباديه شاده حقائق اللي ورت مربى بانيه فيه وساكنه فيه نكمل معاك حدهم دابا بنياتك تبارك الله بسبعه بهم ما مجوجينش ما مجوجينش ما مجوجين دابا ما كاينش اللي يقرب جهتك ايوا ها الساعه ما كاينش اللي مقرب من الجيتون ساعه اخرى حيت بناتك وصلت على الزواج زعما ماشي باقي صغاراتي غير جوجات ما تيقرب لهم حد <applause> شكون هاي الناس مع السحاره على حساب اللي آه. التقليدي يديوه هما زعما شكون ايوا فين فين وصلتي دابا انت في الضوا في البلاصه فين ساكنه قريه فين ساكنه كتمشي عند الناس كتدخلي للعراسات الزرري خصوصا في الزروره لدخلتي دخلتي لشي طريزيه دا انا ماشي هاد رجلي ما كنمشي حد حد مم. تقريبا حد حد ما حد السبب على على هاد السبب تقريبا كاع على هذا السبب صافي ما وليت عازله راسي راه بوحدي صافي لا خطاني مشيت لاكار مشيت للسوق صافي حدي حد الدار جيرانك كما... ما ما تمشي عند حد ما لا ما تنخرج عند حد ما تيجي عند حد صافي عندي حد دار مم. يعني شوف الشوافه فين فين وصلت عباد الله الشوافه والخوت زايد زايد فلم تقولوا ليها بناتك خايبين بناتك ما زيانين بناتك هذه بناتك داروا كيفاش تصور تصوري تا من رزق هاك كتباتوا لي من وعدو من الناس يقولوا ماكم دايرين مع خواتاتكم تقول لهم راه بغاو يورثوا امي كان شي واحد تيتورث حي حنا بغينا نشموا فيها اذا عندكم مشكل هذا غا تيبغيو هما يخشوه في الورث اه هاد المشكل تيبغيو هما يعرضوه للورث اما راه كتبتها فوق 10 سنين هذه اش وقفنا عليهم هزينا عليهم عسقنا عليهم لا شنو درتو ما هضرناش انني هي باقا حيه وشغلها هذاك باقا معقلها ما يمكنش نحبسها على رزقها تكتبوا لي من بغات ولا تصدقوا كاع تيهمناش حنا دابا ملي ما تيصيبوا باش يبروا وتصوري ملي تيوعدوا الناس يقول لهم هذه اللي غتسحر لخوها شنو غدير به ما صالح ليها لا في الدين الجواج ما صالح ليها شي حاجه حتى مصلحه حتى مصلحه من عندها حتى مصلحه تيقولوا لهم باغيه باغيه ما يتزوجش ويموتوا تورثوا واش انا آه شاد عمري بيدي الدرجة تورثي في خوك انت اه غنورت في خويا قالك باش نتقفوا على الجواز ما يتجوزش كيموت نورثو واش هذه لا يعقل ايوا ومشاو هما دابا تيديروا باش يحيدوا ليه التقاف ولا شنو داروا ليه تمشاو عاوتاني تا هما العلم الله فين وصلوا انا ما بقيت نسول فيهم ما نكذبش عليك ما تيسولوا فيا انا نموت ما تيسولوا فيا هما اللي مات ما تنسول فيهم فيه. سالا راه قلت لك بيناتنا لا فات 100 متر ولا 200 متر بين الدار والدار تشوفوا في الصباح وفي العشيه وتشوفوا في الصباح وفي العشيه و... وكي لحظة. كل واحد شاد تيقارو صافي هادشي آه. اللي كاين ولكن تتبقى السمعه السمعه, السمعة هي كل شر كتخياب بزاف كتولي دار سحاره حنا المغاربه ديالنا عزيز عليهم يصاوبوا السميات اولا دار واحد دار العور دار السحاره دار, 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 دار الفعله دار التركه هو غا واحد تهضر معاك ومهم كعيتي معاه تيقول لك اه كنتي دير الخير كون درتي غا فمك وخوتك هذه اولا باش كيجاوبوك اي واحد ولكن تيكون كنتي سحاره وسحري على دوك البنات اللي جالسين في الدار و كنطلبوا من ربي وسحري لهم بسبعه يتهزوا من تما باش تبين راكي سحارة ني توجهده ايوا هادشي علاش انا جيت هنا باش يشوفني اي واحد كاع اللي متاي غنضرب دابا هذوك راه حدهم بزاف بزاف حشومه زعما وامك وخوتك واش غتسحري لخوك مازال تقولي سحرتي لشي راجل شي واحد على ولد خالك ولد خالتك نقولوا عندك البنات المهم راه جانب الكولا ولد مثلاً خوك مثلا مثلا وين عندك شي مصلحه فيه خوك علاش غتسرحي تسحري ليه ولا تثقفي على الزواج علاش خوك اشنو ملي تتشي تفكر تتصوري من طرقو ديك الاشاعه تنحط راسي على الوساده وتنبات نبكي معلوم معلوم كيفاش هذا العقل آه. يتس... يتحمل هذه الهضره اه وشوافة في واحد القنت هي اللي جات تتخربق وتتفصل وتتعيط اه سحر الخوك ما أمم ما مقبولاش نهائيا ما مقبولاش ولا عندهم ما مقبوله هي اللي كاينه ما تيفكروش ما كاينش ما خدامش المخ عندهم انا تنوجه قالت شو هذا صافي ولا هذا نوجه لهذا خويا ربيب بوا حنا تنقولوا ليه خويا ساكن في القنيطره مشى مع وكون كان هو راجل وفيه الروح ديال الانسانيه وكيكبروا با ربا معاه كون كان شدني ويقعدنا في بلاصه وحده حيت الهضره ما تدقالش زعما تواجهوا انت بغيتي تواجهوا ولكن هو خلى داك البير مغطي اه خلى البير مغطي تيجي لعندهم تيمشي من القنيطره تيمشي لعندهم حرام واش يقول وأنا تاه وبيده. لي تستاهل ولا داعي لله الله حتى هو بيدو اللي مشى معاهم ديك الشوافه وما واجهنيش وما جاش وعيط علي وقال لي هاد الهضره واش اختي هاد الهضره حنا لي خويا وهو تيقولنا لنا خواتي مم. باش مم. خواتي. بالنفاق والكذوب. بغيتي تواجهي معاهم. نتواجه مع اي واحد مم. اي واحد اللي حط لي حط صورتي في الارض نتواجه معاه كيما بغى يكون بصح كيما بغى يكون نوع, نوع ديالي. دافعي على راسك بصح. على حقاش ما دايراش هذا هو المشكل دعاتني وقالوا لي جاوني الناس قالوا لي تمشي الدريه ديرك التنازل لكن حرام ما مسقطاهاش وما نقولش للدريه شكون هي هذي؟ الوالده ديالي رمات عليا باطل وداراها ها هي الوراق اللي وريتك فيهم 30 يوم في الكزا ثلاثين يوم نصيف للحبس ما ولكن من عند الله وفيا من العيد الكبير كده. قلت لهم انا طال انا حاطه امري في الله ولا كتب عليا الحبس باطل ندوزو جا دار ميا تيقول لي غاتمشي للحبس المحاميين جوج تيقول لي غاتمشي ما كنقول انا حاطه امري في الله وربي كبير سبحانه وتعالى وفعلا الله ت... ربي كبير كبير ما تيظلموا ربي بالبار... ما يظلمش حكمت بالبراءه راه كيقرا تاع الاستاذه قبيله مم. تحكمت بالبراءه انا كنت بغيت نتمها ان على كنت مع الاسف ولكن أم. صار امي ما بغيتش نزيد اش قال هذاك نكبر انت درتي بوجه الدم هما ما داروش بيه فهمتي اما اللي تحكم بالبراءه وتبعتي على دم وجهك راه كاين القانون كاين القانون. القانون شكرا ولكن لك ولكن انا ما يكونوا عائلتك سمعوا انت دابا قلتي الحقيقه انا تنقول الحقيقه واللي قال ما تنقولش الحقيقه ها البرنامج ايوا شوف دابا هما اصلا هما الشوافه اللي كتقول الحقيقه واخا تقولي حتى تشبعي واخا تقولي ما عرفت فين تمشي للمعت المحكمه ديال ما شنو هما عندهم انا دعيتهم لعبد الحايد دعيتهم لعبد الحايد الشوافه اللي كتقول الحقيقه تصوري هاد أه الشوافه صيفطتهم لواحد السيد تنقولوا ليه سيد تيدفنوا فيه الصبيان قالت لهم سيروا راه دافنا ليه تما مشاو حفروا قالت لقينا شفت انا شي حاجه الله اللي تعلم <تكتشف> حفروا, حفروا في واحد المحل كنا تنسكنوا فيه قديم آه تصفي يجد جديد الحقيقة ده بدأ والمشكلة ومس... شو كان في القايد ودرت شي فيا العدل القايد انت لحقت العدل المخزن ولا يتعلم الكروت يقول كدش ما عمرنا قلنا وما عمرنا حفرنا ما عمرنا شباب <applause>